وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي نرسي عالمينا. مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا. مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا. وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة. محمد سعيد من القاهرة. أنا بغني كلاسيك ودراما وبرضو مايل شوية للون الشعبي. بدأت من وأنا عندي 12 سنة. والله كنت بغني في أفراح، ولسه مغني في حفلة قريب في جامعة عين شمس، وعملت كذا حاجة الفترة اللي فاتت دي، ولسه بعمل كذا حاجة طبعا، والدنيا معايا تمام الحمد لله. عملت أغنية موجوع، وعملت أغنية ده اللي ناقص، وعملت غاب الفرح. أخويا الكبير يعني حمادة هلال. طبعا يعني اغني له طبعا، شخصيه محترمه وصوته جميل وانا بحب صوته، وطبعا هو بني ادم محبوب. يعني نفسي اعمل حاجه تعجب الناس في كلامها وفي لحنها وفي توزيعها، ان هي لما تسمعها ما تملش منها وتقول ايه انا عايز اسمعها تاني، ما تسمعش فيها الفاظ مش كويسه. حبيت قلوب منظر يا دوب وفي الاساس فضيع، البحر شكله يشد لكن ضربته بقضيه. حبيت قلوب منظر يا دوب وفي الاساس فضيع، البحر شكله يشد لكن ضربته بقضيه. عشرة ناس كانوا من الأساس ملهمش في العشرة، منورين من بره بس ومن جواهم قشرة.